على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت
سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوه فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي
أبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك. ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الدنيا فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذاب
غيابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا ضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وبإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة
وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما
ومنا علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاح البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا سابغ، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، مولاي الإمام الحسين عليه السلام، زيارة مني ونيابة عن صاحب العصر والزمان، ونيابة عن والدي ووالدي والدي، وإخوتي وأخواتي وأهلي وأصدقائي وجيراني، وجميع من قلدنا الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله،
السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة علينا بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت وتنقبت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت زيارتك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين، فلعن الله أمة قتلتك، وأبرأ إلى الله وإليك منهم. أزور الشهداء السعداء، السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة
فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنت، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المامون، السلام عليك أيها المقدم المامول، السلام عليك بجوامع السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذه الليلة العظيمة فرج عنا يا الله. اللهم شافي كل مريض لا سيما من دعونا لأجلهم. اللهم فك كل أسير لا سيما أسير القرية. اللهم رد كل غريب لا سيما غريبنا السيد علي السيد يوسف. اللهم ارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم كن لوليك وابن أوليائك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة، ودعاءنا به مستجابا، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية. هذه الليلة هي من الليالي ذات الفضل وذات الشأن العظيم، والتي لا يضاهيها في الليال على مر السنة سواء ليلة القدر، لعظمها وفضلها وبركاتها، فإنها من الليالي المباركة العظيمة والتي يستجاب فيها الدعاء، وينبغي للمؤمنين أن يتضرعوا ويبتهلوا إلى الله في هذه الليلة، ويزيدها شرفا إلى شرافتها وفضلها ولادة صاحب العصر والزمان أجر الله تعالى فرجه الشريف، حيث ولادته تصادف في يوم 15 من شعبان باتفاق جميع علماء الشيعة من دون اختلاف. وهذه أيضا نقطة تحتاج إلى أن يقف عليها الإنسان، وهو أننا نجد في مواليد وأرخنت ولادات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم اختلاف، حتى في مولد أمير المؤمنين يوجد فيه ماذا؟ اختلاف. وإن كان المشهور وفي يوم 13 من شهر رجب ولادة الباقر، ولادة الكاظم، وهكذا تجد في ولادات الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم شيء من الاختلاف بين المؤرخين في التقدم والتأخر بالشهر وباليوم، موجود هذا الاختلاف. وإن كان الآن ما في بالي يوجد أيضا اختلاف في السنة، بس الاختلاف في التقدم والتأخر في الشهر وفي اليوم هذا موجود في سائر الأئمة سلام الله عليهم، ولكن في الإمام صاحب العصر والزمان مع كون ولادته لم تكن بالصورة الظاهرة والعلنية والطبيعية، لأنه لا يوجد أدنى اختلاف بين جميع علماء الشيعة في أرخنة ولادة الإمام سلام الله عليه، وأنها تصادف بالتاريخ يوم 15 من شعبان. وهذه أيضا يعني شيء يحتاج إلى تأمل وإلى تحليل لست الآن بصدده. عموما فضل هذه الليلة وشأنها وبركاتها وعظمتها أمر متفق عليه بين علمائنا، بل حتى تجد أن هذه الليلة تكرم وتعظم عند بعض الفرق وعند الوسطية التي تعيشها سائر الفرق، فإن الصوفية أيضا يعظمون هذه الليلة ويبجلونها ويرون لها شأنا عظيما ويحتفون بها. ولقد وجدت الصوفية في الأردن والصوفية في دمشق في ليلة 15 من شعبان يتصدقون ويقيمون لها شأنا، ويقيمون لها حلقات الذكر، ويعتبرونها ليلة من الليالي العظيمة، مع أنهم لا يؤمنون بوجود صاحب العصر والزمان وولادته، إلا أنهم يعتبرون هذه الليلة من الليالي ذات الشرف وذات الشان من حيث العطايا الإلهية والنعم الربانية. حديثي حول معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه
أفتتح هذا الحديث برواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهي رواية عن الفضيل قال سمعت أبا جعفر يعني الباقر يقول من مات وليس له إمام فموته ميتة جاهلية ولا يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم، ومن مات وهو عارف لإمامه لا يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن مات عارفا لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاته. ابتداء هذه الروايات تشير إلى قضية أساسية، وهو أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يتكلفوا ويتتبعوا علامات أو مؤشرات على ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكأنما تريد أن تؤسس إلى قضية أساسية في ثقافتنا الدينية والمذهبية، وهو أن لا نتكلف وهو أن لا نتكلف معرفة العلامات التي تسبق ظهور الإمام ونتكلف تطبيق هذه العلامات. الآن موجود أشبه ما يكون ماذا ظاهرة وشيء ملفت للنظر، أن هناك الكثير من الناس يحاولون أن يعرفون العلامات ويطبقوا هذه العلامات، فكأنما الراوي وهو الفضيل يسأل الإمام سلام الله عليه يقول له لا يهمك هذه العلامات ولا تكلف نفسك معرفة هذه العلامات وتطبيقها في الخارج، المهم أنك تعرف إمام زمانك، إذا عرفت الإمام تقدم هذا الأمر أو تأخر لا يضر، فإن الأساس هو معرفة الإمام، ومن مات وهو عارف لإمام زمانه كان كمن يكون مع القائم في فسطاته. فتريد تقول المهم معرفة الإمام. حديثي حول هذه الفقرة معرفة الإمام، ما المقصود بمعرفة الإمام وما هي نوع هذه المعرفة وما هي أبعاد هذه المعرفة؟ هذه ثلاث نقاط أحاول أن أتحدث عنها بما يسمح به الوقت. ما هو المقصود بمعرفة الإمام؟ قطعا ليس المقصود بمعرفة الإمام هي المعرفة الشخصية أنه فلان ابن فلان، فلا يراد من المعرفة والروايات التي تؤكد على معرفة الإمام هي المعرفة الشخصية، وإنما المقصود هي المعرفة العنوانية. هناك معرفة شخصية أن أعرف أن هذا فلان ابن فلان ابن فلان، هذه معرفة ماذا؟ شخصية، وهي ليست مهمة وليست ذات خطورة وليس لها شأن. أن تعرف أن فلان ابن فلان ابن فلان ما قيمة هذه المعرفة، ولكن المعرفة العنوانية هي المهمة، أن تعرفه من خلال العنوان الذي يحمله. الآن نحن لربما كثير منا لا يعرف السيد الخوئي أو السيد الإمام الخميني من أبوه وكيف حياته وما هي خصائصه الشخصية وكذا، لا يعرف، لكن يعرفه من خلال ماذا؟ عنوانه، أنه مرجع طائفة من مراجع الطائفة، زعيم من زعماء الطائفة. كثير من الآن لو تسأل من هو الغالبية، من هو الإمام الخميني،
لربما لا يعرف اسم أبيه، اسم جده، أين عاش، على من تتلمذ، ما يعرفه، لكن يعرف أنه هو من خلال هذا العنوان أنه مرجع من مراجع العصر وزعيم من زعماء الطائفة الشيعية، وله دور بارز في حياة المسلمين. هذه المعرفة من خلال العنوان، وأما المعرفة الشخصية فالكثير منا لا يعرفها. بالنسبة إلى معرفة الإمام، الروايات لما أكدت على معرفة الإمام تريد أن تشير إلى المعرفة العنوانية وليس إلى المعرفة الشخصية، يعني أن تعرفه من خلال عنوانه. ما هي معرفته من خلال عنوانه؟ أنه حجة الله والحبل الممدود بين الأرض والسماء، وأنه يجب ماذا؟ طاعته، وأمره أمر الله ونهيه نهي الله. هذه المعرفة ماذا؟ العنوانية. احنا لما نقول لا بد من معرفة الإمام، ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام مات ميت جاهلية، ليس المقصود هي المعرفة ماذا؟ الشخصية. وهذه المعرفة الشخصية لا تضر بإيمان الإنسان، وإنما المقصود هي المعرفة العنوانية. أن لا يذهب الإنسان إلى الاعتقاد بإمامة شخص إلا ويعتقد بأن هذا الإمام هو حجة بينه وبين الله عز وجل، وأنه الحبل الممدود بين السماء والأرض، وأنه الذي يجب ماذا؟ طاعته، وطاعته طاعة لله، وعصيانه عصيان لله. هذا المقصود ماذا؟ من المعرفة. فلا بد أن نعرف الإمام من خلال ماذا؟ عنوانه، حجة الله، الحبل الممدود بين الأرض والسماء، طاعته طاعة لله، معصيته معصية لله عز وجل. ولا يعني ذلك لما نقول المعرفة العنوانية، مو معنى أنه المعرفة الشخصية بالنسبة للأئمة ليست مهمة، لا، شيء مطلوب أيضا، وشيء جيد أن الإنسان يعرف خصائص الأئمة الشخصية، هذا شيء مطلوب وجيد وحسن، ولكنه لا يضر بإيمان الإنسان ولا يقدح في إيمان الإنسان. لو لم أعرف متى توفي الإمام، أو ما هي من هي أمه، ما هي خصائص الشخصية، كم عدد زوجاته، كم عدد أبنائه، هذه يدخل في المعرفة ماذا؟ الشخصية. ولكنه لو لم يتوفر الإنسان على هذه التفاصيل، هل يضر بإيمانه أو يثلم بإيمانه؟ قطعا. هذه الحدود من المعرفة التفصيلية التي تدخل ضمن المعرفة الشخصية، هذه لا تثلم بإيمان الإنسان ولا تضر بإيمانه ولا تضر بتدينه. لكن لما لا يعرف أن هذا هو الإمام الذي يجب طاعته، أنه حجة الله وإمام مفترض الطاعة من قبل الله على الخلق، وأن طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله، هذا الذي يثلم فيه الإيمان. فإذا الروايات لما أكدت على معرفة الإمام وعلى ضرورة أن يتعرف الإنسان على الإمام، ليس المقصود المعرفة الشخصية، وإنما هي المعرفة من خلال ماذا؟ العنوان الذي يحمله الإمام. هذه النقطة الأولى التي أشير إليها بشكل مختصر، وهو أن تأكيد الروايات على معرفة الإمام هي المعرفة ماذا؟ المعرفة العنوانية، من خلال العنوان الذي يحمله هذا الشخص، وليست هي المعرفة الشخصية. النقطة الثانية في حديثي، ما هي نوع هذه المعرفة؟ المعرفة ماذا؟ لها مستويات، والمعرفة لها أساليب وأدوات. قد تكون المعرفة من خلال التقليد، ربما إنسان يسأل من هو إمامك؟ يقول علي بن أبي طالب. لكن شلون عرفت أن علي بن أبي طالب هو إمامك؟ بالتقليد، ولو كان هذا التقليد موافق للواقع ومطابق للواقع وعين الواقع، لكن معرفته بواسطة ماذا؟ التقليد، لأنه عاش في بيئة شيعية ونشأ على هذه المعارف الحقة، فلذا آمن بها لأنها
حق ولكن بواسطة التقليد. هذه معرفة ولكنها معرفة ماذا؟ بالتقليد. قسم ثاني من المعرفة مع النخب، التقليد في العقائد ما يصح كما تعلمون، التقليد إنما يكون في الفروع الفقهية، وأما التقليد في الأمور العقائدية لا يصح، لا بد من يعني الإيمان بها بواسطة الدليل ولو إجمالا، ولا بد أنه الدليل التفصيلي اللي يذكرونه العلماء في كتبهم الكلامية، لا ولو معرفة ماذا؟ إجمالية. عموما المعرفة بالتقليد هذه نوع من أنواع المعرفة. الآن تصح في العقائد ما تصح في العقائد، ذاك مطلب يذكره العلماء في كتب الكلام. النوع الثاني من المعرفة هي المعرفة التي تكون ماذا؟ بالدليل. وهذه المعرفة التي تكون بالدليل أيضا ماذا؟ على مستويات. المعرفة البرهانية، المعرفة البرهانية هذه تنقسم إلى أقسام. مرة الإنسان يقول النار موجودة، ولما يسألون ما الدليل على وجود النار يقول ماذا؟ دخان. فهو يستدل على وجود النار بماذا؟ بهذا الأثر وبهذه العلامة الذاتية، الملازم الذاتي للنار والذي لا ينفك عن النار. فلما يرى الدخان يعتقد بوجود النار ولا يشك في ذلك، فهذه معرفة بالبرهان، لأنه يستدل على وجود النار بأثرها بلازم من لوازمها وهو الدخان. هذه معرفة برهانية، مستوى من مستويات المعرفة البرهانية. مستوى ثاني من مستويات المعرفة البرهانية هو ذاك الشخص الذي رأى النار بأم عينه، بأم عينه يرى النار، فتقول لي ليش؟ يقول أقب أنا رأيت النار. هذه معرفة ماذا؟ مستوى من المستويات، إدراكه للنار بالحاسة، بالحاسة الباصرة، الحاسة الباصرة، هذا مستوى من مستويات المعرفة البرهانية. فما يمكن أن تشككه وتقول لي لا والله هذه النار ليست نار، إلا أن يكون ماذا؟ سفسطائيا، سفسطة، هذه إنكار الواقعيات، وهذه لا يمكن. فهو يقول النار موجودة لأنني أشاهدها، لأنني ماذا؟ أراها. مستوى ثالث من مستويات المعرفة البرهانية أن إنسان يلمس النار، ذا فاقد البصر لما يعتقد بوجود النار، هل لأنه رأى الدخان؟ لا. أو لأنه هل رآها بعينه؟ لا. ولكن لما لمس النار وحس بحرارتها وحرقها يؤمن بوجود النار، مع أنه ماذا؟ لم يشاهدها بحاسة بصر ولم ير دخانها أبدا، ولكن لمس حرارتها وحس بحرقها، فهو يؤمن بوجود النار نتيجة ماذا؟ يعني حسه ولعسة النار وإحساسه بحرقها. هذا مستوى ثالث من مستويات المعرفة البرهانية. فإذا هناك أنواع للمعرفة، معرفة بالتقليد، معرفة بالبرهان. المعرفة بالبرهان له ماذا؟ مستوياته، وليس كل المعرفة البرهانية على مستوى واحد. وأعلى مستوى من مستويات المعرفة البرهانية هذه المعرفة التي تكون نتيجة إدراك الشيء إدراكا ماذا؟ تاما، لا يمكن أن يلامسه غش حواس أو خدع بصر أو اختلال في البرهان. هذه أعلى ماذا؟ مستويات المعرفة، المعرفة التي الإنسان من خلالها، هذا مثل ما مثلت لك فاقد البصر، خب لم يرى الدخان حتى يستدل على وجود النار بواسطة الدخان، ولا هو رآها بأم عينه لأن فاقد للبصر بالنسبة إليه سالبة ما عنده بصر، ولكنه أحس بحرقها وأحس بحرارتها،
فمعرفته بالنار تكون أقوى من تلك أو من ذيك المستويين، المعرفة بالمشاهدة أو المعرفة بالأثر. بعد هذه الإشارة المختصرة إلى أنواع المعرفة، الروايات لما أكدت على معرفة الإمام وأنه لا بد من معرفة الإمام، ليس المقصود المعرفة بالتقليد، لأن المعرفة بالتقليد قطعا هذه من السهولة أن تتزلزل، من السهولة أن تكون المعرفة بالتقليد تضرب في بنائها وفي قاعدتها فتزول. فالمعرفة بالتقليد ليست هي المطلوبة. وكما قلت الفقهاء في الرسالة العملية أول باب التقليد يقولون يجب التقليد، لكن في ماذا موضوع التقليد؟ في الفروع. وأما في أصول الدين لا يجوز التقليد ماذا فيها. فالمعرفة بالتقليد ليست هي المطلوبة. خب الآن تفصيل، يعني هذا بشكل ماذا مجمل أقوله. لو فرضنا أن إنسان يقول أنا عرفت هذه المعارف العقائدية بالتقليد لكن أنا عندي قطع ويقين بصحتها، كافي هذا. لكن لو لم تورثه القطع واليقين، هذاك مطلب ماذا آخر يبحثه العلماء. إذن ليس المقصود هي المعرفة بالتقليد، المعرفة التي حثت عليها الروايات وأكدت عليها الروايات وجعلت من لم يعرف إمام زمانه ومات من دون هذه المعرفة تكون ميتته ميتة ماذا؟ جاهلية، يعني ميتة كفر. ميتة جاهلية يعني ميتة ماذا؟ كفر. المقصود من المعرفة هي لابد أن تكون معرفة ماذا؟ برهانية، أن تبتني هذه المعرفة على البرهان وعلى الدليل، لأن هي المعرفة المتينة وهي المعرفة القوية وهي المعرفة التي لا يمكن ماذا أن تتزعزع بعروض الشكوك أو الشبهات أو بعروض التساؤلات والاستفسارات. المعرفة البرهانية هي التي تكون معرفة محصنة. الإنسان لما تكون معرفته معرفة برهانية، هذه المعرفة البرهانية التي تكون ماذا محصنة وسليمة ومتينة، لا يمكن أن تتزعزع ولا يمكن أن تزول ولا يمكن أن يؤثر فيها الشك والشبهات. فهذا الشخص الذي تيقن بوجود النار بواسطة الأثر واستدل على النار بالأثر وهو الدخان، أو استدل على وجود النار من خلال رؤيته للنار، أو ذاك الذي عرف النار لأنه حس بحرارتها وحرقها، يمكن إنسان يجي يشكك أو يزعزع قناعاته، يقول له هذا الذي شاهدته أو الذي أحسست به ليس نارا، يقول لك أنت إنسان ماذا؟ مريض، إنسان غير صاحي. فذاك الشخص الذي يمتلك المعرفة البرهانية، هذه المعرفة البرهانية لا يمكن أن يداخلها شك أو أن يدخل عليها وهم أو أنها تزول أو تتزعزع. هذه المعرفة المحصنة التي تحصن صاحبها وتعطيه قوة الإيمان بمعتقده. فالأحاديث لما أكدت على معرفة الإمام تريد أن نتوفر على هذه المعرفة بواسطة البرهان. فلا بد الإنسان أن يعرف إمام زمانه وسائر معتقداته والمنظومة العقائدية الحقة. هذه المنظومة العقائدية لا بد أن يتوفر عليها من خلال ماذا؟ المعرفة البرهانية. فإذا لا بد أن نعرف الإمام معرفة ماذا؟ برهانية، وليست معرفة تقليدية. وكل ما انتقلنا من مستوى إلى مستوى قطعا تعمقت المعرفة وكانت في أعلى ماذا؟ درجاتها. ولذلك عندنا اليقين وعندنا ماذا؟ حق اليقين وعندنا ماذا؟ عين اليقين. هذه مستويات للمعرفة، ولا بد أن الإنسان يصل إلى ماذا؟ عين اليقين الذي هو أعلى ماذا؟ مستويات المعرفة. فإذا المعرفة التي تشير إليها الروايات ونوعها هي معرفة ماذا؟ برهانية. النقطة الثالثة في الحديث
ما هي أبعاد هذه المعرفة؟ هذه المعرفة لها أبعاد، ونحن نتحدث عن صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. لكل إمام ترى من أئمتنا لمعرفته أبعاد. لاحظوا هذه مجرد ماذا؟ بين معكوفين. أنت لما تقرأ في فضل زيارة المعصومين دائما يرد في الروايات من زاره عارفا ماذا؟ بحقه. هذا بعد من أبعاد ماذا؟ المعرفة. لما الإنسان يعرف بأن هذا إمام معصوم وأنه حجة الله على خلقه يعرف حقه، هذه بعد من أبعاد ماذا؟ تلك المعرفة. وهذا البعد من أبعاد المعرفة يشترك فيه جميع الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، فتجد هذا البعد بعدا ماذا؟ عاما. كما أنه لكل إمام من أئمتنا في معرفته أبعاد خاصة. ونحن نتحدث ونحتفي بذكرى ولادة إمامنا صلاة الله وسلامه عليه، أريد أن أشير إلى أبعاد معرفة الإمام صلاة الله وسلامه عليه. ما هي أبعاد معرفة؟ لما نقول نحن نعرف الإمام صاحب العصر الزمان، وقلنا أن المقصود من هذه المعرفة هي المعرفة ماذا؟ العنوانية، مو المعرفة ماذا؟ الشخصية. ولا ما أحد منا الآن يعرف الإمام صاحب العصر والزمان معرفة شخصية كاملة؟ لا، صحيح نعرفه أنه ابن الإمام الحسن العسكري، ابن الإمام علي الهادي، ابن الإمام محمد الجواد، ابن الإمام علي بن موسى الرضا، إلى ماذا؟ السلسلة المباركة المنتهية بعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن المعرفة الشخصية في بعض أبعادها بالنسبة لصاحب العصر والزمان لا يمكن أن تتيسر لأحد. احنا نريد ان نتحدث ونتعرف على ابعاد هذه المعرفه العنوانيه للامام صاحب العصر والزمان. اول بعد من ابعاد معرفه الامام صاحب العصر والزمان ما اشارت اليه الاحاديث والروايات انه من ولد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك لما تقرؤون في أحاديث الإمام المهدي تجدون في هي الروايات التأكيد على هي النقطة، أن المهدي من ولد ماذا؟ فاطمة، يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. هذا الحديث مضمون مو نصه، قريب من النص، يعني أحفظه قريبا من النص، إذا في اختلاف ماذا؟ يسير جدا. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه البخاري، وورد مضمونه في روايات أهل البيت. الإمام النبي صلى الله عليه وسلم لما يتحدث عن الإمام ويذكر بأن الإمام سوف يخرج ويبين أنه سوف يخرج في آخر الزمان، يقول بأنه من ولدي. هذا بعد من أبعاد ماذا؟ معرفة الإمام صاحب العصر والزمان. ذاك اللي يقول المهدي ما أدري من السودان، أو ذاك اللي يقول المهدي مال الصومال، أو المهدي اللي يقول ذاك مال اليمن، هذه مو معرفة بالإمام المهدي، لأن هؤلاء المهديون صومالي وسوداني وما أدري كذا ويماني إلى آخره، ذولاك لا هم أولاد رسول الله ولا هم من ولد ماذا؟ فاطمة. فبعد من أبعاد معرفة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه ماذا؟ من ولد رسول الله، من ولد فاطمة، ومن ولد الحسين. فلذا الذي يؤمن به أنه من ولد الحسن هذا لم يعرف الإمام المهدي، لأن النظريتان اللتان تتجاذبان هذا الموضوع، النظرية اللي يؤمن بها أتباع مدرسة أهل البيت أن المهدي من ولد الحسين، وهذا في روايات كثيرة. لما الإمام النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الحسين فيقول التاسع من صلبي هذا، يملأ الله به الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملأت ظلما وفسادا. ف
فلا بد أن يكون ماذا المعرفة، بعد من أبعاد المعرفة بالإمام المهدي أنه من ولد الحسين لا من ولد الحسن، هذا بعد فيها. مولود حي يرزق غائب، هذه خصائص أبعاد معرفته صلوات الله وسلامه عليه. لا تقول لي أنه أنا أؤمن بالمهدي ولكنه ما ولد، أو أنه ماذا سوف يولد، أو أن بعد ما موجود، لا، هذه المعرفة ليست هي المعرفة المطلوبة. لا بد أن تؤمن بأنه مولود حي يرزق غائب عن الأنظار حتى يأذن الله له عز وجل بالخروج لتحقيق وعد الله. فهذا بعد من أبعاد ماذا؟ معرفة الإمام صلاة الله وسلامه عليه. البعد الثاني وهو بعد مهم، انقطاعنا عنه وعدم مشاهدتنا له. بعد من أبعاد معرفة الإمام، لما نقول لا بد من معرفة الإمام، بعد من أبعاد معرفته، البعد الثاني من أبعاد معرفته، أن نؤمن بانقطاعنا عنه، أننا منقطعون ماذا عنه، لا يمكن لنا أن نراه، ولا يمكن لنا أن نشاهده، ولا يمكن لنا أن نتصل به اتصالا مباشرا، إلى غير ذلك من لوازم الانقطاع. لما الآن إنسان منقطع عن شخص، ولما أدري به، ما أعرف شنو أوضاعه، ما يمكن أن أتصل به، لا أشاهده، لا أراه، هذا معنى الانقطاع. وقد دلت الروايات الكثيرة على هذا البعد، أن الإمام صلى الله وسلامه عليه له غيبتان، غيبة صغرى وغيبة ماذا؟ كبرى. وتشير الروايات إلى أن في غيبته الكبرى لا يراه ماذا؟ أحد، ولا يشاهده أحد. وفي التوقيع الصادر من الإمام صلى الله وسلامه عليه إلى السفير الرابع بعد أن قال له أنك بينك وبين الموت ثلاثة ماذا؟ أيام، ثلاثة أيام وينتهي ماذا؟ أجلك، ولا توصي إلى أحد من بعدك، لا توصي إلى أحد من بعدك، فقد وقعت الغيبة الكبرى. ومن رأى، ومن ادعى، ومن ادعى الرؤيا والمشاهدة فهو كاذب أو فكذبوه. فهذا بعد ماذا؟ آخر لمعرفتنا بالإمام صلاة الله وسلامه عليه. لما ندعي نحن نعرف الإمام، لابد من الالتزام بهذه الأبعاد للمعرفة، انقطاعنا ماذا عنه، وعدم مشاهدتنا له، وعدم اتصالنا به. ومعنى ذلك ما يمكن يجي إنسان، خلنا نستخدم هذا اللفظ الدارج، قشمرنا، يقول والله أنا التقيت بالإمام صاحب العصر والزمان، وقعدت ويا الإمام صاحب العصر والزمان، وأمرني وكلفني، نقول له الخلل فيك أنت، الخلل فيك أنت. ليش؟ لأن أنت لم تعرف إمام زمانك، لأن بعد من أبعاد معرفة الإمام انقطاعنا عن الإمام، عدم اتصالنا بالإمام، عدم مشاهدتنا للإمام. وقد أكدت الروايات المستفيضة والمتضافرة عن أئمة الهدى صلاة الله وسلامه عليهم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هذا البعد من أبعاد المعرفة بالإمام، وهو عدم الاتصال به، وعدم تسني المشاهدة والرؤية له. فمن يدعي أنه جلس ويا الإمام وقعد ويا الإمام وعين إليه كذا وإلى آخره وكلفه بكذا، فإذا الخلل في هذا الشخص. فلذا حتى احنا نتوفر على المعرفة الصحيحة والمعرفة السليمة وأن نتوفر على هذا البعد، لا بد من الالتزام ببعد هذه المعرفة، وهو انقطاعنا عن الإمام وعدم مشاهدتنا له. الثالث، البعد الثالث، الارتباط بقنواته الشرعية المتمثلة في المراجع العظام والفقهاء الكبار العدول. هذا بعد ترى من أبعاد المعرفة، وذلك لأن الإمام صلى الله وسلامه عليه في التوقيع المعروف والمشهور الذي ورد على يد إسحاق بن يعقوب
قال عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. نص توقيع الصادر من الناحية المقدسة على يد إسحاق ابن يعقوب، وهذا التوقيع المعروف بالتوقيع الشريف عن الإمام صاحب العصر الزمان، الذي هو واحد من الأدلة والمستندات على القول بولاية الفقيه، كما يذهب إلى ذلك السيد الإمام المقدس الإمام الخميني أعلى الله درجاته. فالمعرفة بالإمام سلام الله عليه معناه بعد من أبعاده أن نرتبط ماذا؟ بالقنوات. لكن المشكلة قنوات ماذا بعض الأحيان تتعدد، أي قناة نرتبط بها؟ الأئمة ما تركونا هكذا همل، ولم يتركونا في دوامة، أو لم يتركونا في حالة من الضبابية التي توجب لنا التشكيك والحيرة. لا، بين الفقهاء ماذا؟ العدول. أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، هي المواصفات لابد تتوفر في من يمثل القناة الصحيحة والسليمة. وأما أن يأتي إنسان مجهول غير معروف، إنسان ما معروف منبته العلمي ولا منبته الالتزامي، ولا معروف بيئته ولا معروف أجواءه، ويدعي التمثيل وأنه القناة بين الإمام وبين الشيعة، فحينئذ إذا قبلنا بهذه الحالة سلمنا، فمعنى ذلك أننا لم نتوفر على هذا البعد من أبعاد معرفة الإمام. لأن بعد من أبعاد معرفة الإمام أن الارتباط في زمن الغيبة مع قنواته الشرعية المتمثلة في المراجع العظام والفقهاء العدول، وهذا أمر واضح، وهذا ما درج عليه الشيعة سلفا خلفا عن سلف، ما درج عليه علماء الشيعة وما درجت عليه الشيعة خلفا عن سلف، أن القناة التي ترتبط بها في زمن الغيبة تتمثل في المراجع العظام والفقهاء العدول. واللي يريد أن يكون ناصرا للإمام أجل الله تعالى فرجه الشريف، منتظرا لأمره وعارفا بإمام زمانه، لا يمكن أن يتخطى هذه القناة أو أن يتجاوزها أو أن يقلل من شأنها أو أن يقلل من دورها، فإن في ذلك ضرب للمؤسسة التي نصبها وعينها وأسسها صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا نريد احنا نقول نعرف الإمام صاحب العصر والزمان، ما يمكن لنا أن نمد ارتباط أو أن نمد أي علاقة مع خارج هذه القنوات. يطلع على أنه واحد يقول أنا اليماني، واحد يطلع يقول أنه أنا نائب الإمام الخاص، واحد يقول كذا إلى آخره. هذه تمثل ماذا؟ تحصينات. هذه الثقافة التي أسس لها أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم هي ثقافة تحصينية، لأن تمنع على كل هؤلاء المدجلين وتقطع الطريق على كل هؤلاء المدجلين. وينبغي علينا أن لا نسمح لهؤلاء المدجلين للاختراق، لأن احنا إذا تخطينا هذه الأسس وتجاوزنا هذه الخطوط نحن الذين نفتح الطريق، نحن الذين نفتح الطريق أمام هؤلاء المدجلين والدجالين. ولكن إذا تحصنا بهذه الأصول والأسس معنى ذلك قطعنا الطريق على كل هؤلاء المدجالين والمدعين. البعد الرابع، ظهرا جاوزت وقتي ها، البعد الرابع هو بعد البصيرة بالدعوات الباطلة. من معرفة الإمام صلى الله وسلامه عليه هو أن نكون على بصيرة تامة بالدعوات الباطلة. وقد يعني الحساسية الموضوع أنا معطيني الجماعة كأنما
40 دقيقة، اسمح لي أنا تجاوزت الوقت، بس لكن أريد أقول الروايات تتحدث خصوصا روايات الظهور تتحدث عن أمر مهم جدا. مفاد هذه الروايات بعضها تقول أنه لا يقوم القائم عن جل الله تعالى فرجه الشريف حتى يقوم رجل 40 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله. هي المسألة مسألة مهمة جدا أن نكون على بصيرة تامة وعلى وعي قوي وعلى وعي علمي بالدعوات الباطلة، ألا نقبل بهذه الدعوات الباطلة، لأن الأئمة سلام الله علينا سلام الله عليهم كما قلت لم يتركونا هكذا هم همل، ولم يتركونا نعيش في ضبابية، بل أوضحت الأمور. الإنسان عليه أن يأخذ ببصائر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وبالهدى الذي رسموه لنا حتى يكون على بصيرة من الدعوات الباطلة وما أكثرها، حتى لا يختطف الشارع الشيعي من قبل هذه الدعوات الباطلة، لا بد أن نكون على بصيرة بها. لا أحمد القاطع ولا غيره ولا فلان ولا فلان، المراجع على عظمتهم واللي يعرفون بالتقوى والصلاح من نعومة ماذا؟ أظفارهم، ولم يأتوا إلى الحوزة على كبر، وإنما جاءوا إلى الحوزة حتى قبل سن البلوغ وتربوا في أحضان العلم والتقى والورع. هذا المرجع لولا سمح الله إلى هالقد البصيرة التي منحها إيانا أئمة أهل البيت، لو المرجع هذا ادعى أنه نائب عن الإمام، نائب خاص يعني، وله بالنيابة العامة نائب عن الإمام بالنيابة العامة اللي يشترك مع سائر الفقهاء فيها، نتكلم عن النيابة ماذا؟ الخاصة، وقال أنا والله نائب خاص وأرسلني الإمام إلى آخره، مع ذلك لا نقبل منه، تسقط ماذا؟ عدالته. ليش نحكم بهذه النتيجة الحتمية؟ لماذا نحكم؟ لأن الأئمة من خلال البصائر التي نصبوها لنا نصل إلى مستوى من البصيرة ألا نصدق أحدا ولو كان في مستوى هؤلاء المراجع العظام. فكيف نصدق بأناس مجهولين ممعلومين وغير واضحين ولا مستوياتهم معروفة ولا معروفين في الأوساط العلمية؟ فكيف يعقل أن نصدق هؤلاء وأن نقبل منهم؟ فإذا بعد من أبعاد المعرفة بالإمام صلاة الله وسلامه عليه هو البصيرة بالدعوات الباطلة، فمن كان على معرفة بالإمام يكون على بصيرة بهذه الدعوات الباطلة. البعد الآخر زيادة الارتباط بالإمام سلام الله عليه، ونحن نعيش هذه الظروف والمحن المتعددة التي نمر ماذا بها، وتشهدها أكثر ساحة أو أكثر من ساحة من ساحات بلدان العالم الإسلامي، سوريا، العراق، لبنان، البحرين وغيرها. علينا أن نقوي ارتباطنا بالإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، وأن يكون للإمام حضور في حياتنا، حضور في دعائنا، حضورا في مواقفنا، أن نستحضر هذا الإمام الغائب الذي يعيش هذه المعاناة بكل ماذا فصولها وبكل محنها، ويتألم لألمنا ويتأذى لأذانا ويبكي على ما يجري علينا. أن يكون لهذا الإمام صلاة الله وسلامه عليه حضورا في وجداننا، حضورا في دعائنا، حضورا في واقعنا، حضورا في أنفسنا، ألا نغيبه من وجداننا، هو غائب عن أبصارنا ولكنه حاضر ماذا في وجداننا. علينا أن نقوي من ارتباطنا به صلاة الله وسلامه عليه، فإن في زيادة الارتباط به وتوثيق عرى العلاقة به صلاة الله وسلامه عليه الكثير من البركات التي تشمل المؤمنين عامة بسبب بركة هذا الارتباط، فضلا عن البركات التي يشهدها هذا الشخص.
نسأل الله عز وجل ببركاته صلوات الله وسلامه عليه وبوجوده المبارك أن يمد في أجله وأن يطيل في عمره وأن يجعلنا من مقوية دولته وسلطانه وأن ينعمنا بأيامه وأن يجعلنا من المنتظرين الحقيقيين لأمره وأن يهلك أعداء وخصوم الدين وخصوم الإسلام وأعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذين يتربصون بأهل البيت وبشيعة أهل البيت الدوائر أن يجعل دائرة السوء عليهم وأن ينصر المؤمنين والمجاهدين على الظالمين وعلى المعتدين وعلى الآثمين وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح والحمد لله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عن حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام قالت: بعث إلي أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام فقال: يا عم اجعلي إفطارك الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان وإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة وهو حجة في أرضه. وفي رواية: فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل الذي يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها. قالت حكيمة: فقلت: ومن أمه؟ قال لي: نرجس. قلت له: جعلني الله فداك، ما بها أثر؟ فقال: هو ما أقول لك. قالت: فجئت فلما سلمت وجلست جاءت نرجس تنزع خفي وقالت لي: يا سيدتي وسيدة أهلي، كيف أمسيتي؟ فقالت: لا حكيمة، بل أنت سيدتي وسيدة أهلي. فأنكرت قولي وقالت: ما هذا يا عمة؟ وفي رواية: فجاءتني نرجس تخلع خفي فقالت: يا مولاتي ناوليني خفك. فقلت: بل أنت سيدتي ومولاتي، والله لا أرفع خفي لتخلعي ولا تخدميني، بل أنا أخدمك على بصري. فسمع أبو محمد ابن النبي محمد صلى وآله وسلم ذلك فقال: جزاك الله يا عمة خيرا. قالت حكيمة: فقلت لها: يا بني، لأن الله سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والآخرة. فجلست نرجس واستحيت. فلما أن فرغت من صلاة العشاء أفطرت وأخذت مضجعي فرقدت. فلما كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة ففرغت من صلاتي ففرغت من صلاتي وهي أي نرجس نائمة ليس بها حادث. ثم جلست معقبا ثم اضطجعت ثم انتبهت فزعا وهي راقدة. ثم قامت فصلت فدخلتني الشكوك. فصاحبي أبو محمد عليه السلام من المجلس: لا تعجلي يا عمة،
فإن الأمر قد قرب. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يا مستمعي النظام، صلوا على خير الأنام محمد. وآلي وسلم قالت حكيمة: فوثبت إلى نرجس فقلبتها ظهرا وبطنا فلم أر بها من أثر الحبل والحمل شيئا، فأخبرته عليه السلام بما فعلت فتبسم ثم قال لي: إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحب. ولم يعلم بها أحد إلا وقت ولادتها، فهو كموسى، لأن فرعون كان يشق بطون الحبالة في طلب موسى عليه السلام، وهذا نظير موسى. قالت حكيمة: ورجعت إلى البيت أي الحجرة وأنا خجلة، فإذا هي أي نرجس قد قطعت الصلاة وخرجت فزعة، فلقيتها على باب البيت فقلت لها: هل تحسين شيئا مما قلت لك؟ قالت: نعم يا عمة، إني أجر أمرا شديدا. قلت: اسم الله عليك، اجمعي نفسك واجمعي قلبك، فهو ما قلت لك لا خوف عليك إن شاء الله. فأخذت سالة فألقيتها في وسط البيت وجلستها عليها، وجلست منها حيث تقعد المرأة من المرأة للولادة، فقبضت على كفي وغمزت غمزا شديدا، ثم أنت أنا وتشهدت: وصاحبي أبو محمد ابن النبي محمد. وآلي وسلم وقال: اقرأي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني، فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ، ففزعت لما سمعت. وصاحبي أبو محمد عليه السلام: لا تعجبي من أمر الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا. فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس، فلم أرها كأنه ضرب بيني وبينها حجاب، فعدوت نحو أبي محمد عليه السلام وأنا صارخة، فقال: ارجعي يا عمة، فإنك ستجدينها في مكانها. يا مستمعين النظام، استعدوا للقيام. فرجعت فلم ألبث أن كشف الحجاب الذي بيني وبينها، فإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غشى بصري. فلما فتحت بصري وانتبه، وإذا أنا بالحجة المهدي قد ولد. طالب صلوات فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، الحجة المنتظر، الحجة المنتظر، الحجة المنتظر، متباركين جميعا إن شاء الله. وهذا المولد